ممكن ثانية بس هجيب حاجة. حبيبي هو خلاص بيتكلم هنا عن ايه؟ بيتكلم هنا عن ايه؟ عن الصداقة، ايه تمام؟ مش بيتكلم فكرة التعاون بس، الشعور العام للقصة ايه؟ ركز شوية يا آدم بالله عليك وانت بتجاوب. صداقة؟ لا الشعور يا مستر، ايوه، ايه الشعور؟ ايه الشعور المسيطر العام للقصة؟ ركز بالله عليك. بس هو هنا في خوف وفي اطمئنان في حاجتين بس. مستر معاك يا حبيبي والله. ده هنا ايه؟ الشعور اللي عامل القصة، مش المشاعر الداخلية يا حبيبي، افهم. حب الايه؟ الصداقة وأهميتها. اذكر 4 تفاصيل حسية من القصة ساعدتك على التوصل لهذا الشعور العام. أربعة تفاصيل حسية من القصة ساعدتك في التواصل لهذا الشعور العام. تبحث عن ملجأ لكن سالي أمسكت بيدها بقوة وقالت لها بثقة: لا تخافي يا نور، سأكون معك دائما. واو، ده واحد. وشعرت نور بدفء في يدها ودفء في قلبها لما أمسكت يدها. اثنين. حلو، انت بتجاوب بشكل يعني ايه، في شوية صح، تمام. الله ينور. انت دلوقتي عايزين ايه بقى؟ عايزين ال4 حاجات الحسية، فكل واحدة تقول لي هي الحس دي ايه، لمسية ولا شعورية ولا يعني انت انت قول لي ايه الحس، ايه الحاسة اللي استخدمها هنا؟ الحاسة، ايوه، بصرية ولا سمعية ولا شمية ولا ذوقية ولا لمسية، دي فين بالظبط؟ هي بس ايه رقطعة كده؟ يدها بقوة وقالت: لا تخافي. حلو جميل، ادي واحدة لمسية. 2، يلا كمل. ثواني يا مستر، ثواني. ماشي، السلام عليكم مستر. نعم. ودلوقتي يا مستر جدول الامتحانات نزل تمام، ايوه يعني. مامتي وريتها تمام، بعدها بتقول لي يا مستر امتحان العربي الحصة الخامسة اللي هو 8 مساء. حبيبي ماشي، مفيش مشكلة، هتمتحن معايا ولا هتمتحن مع الابتدائي، قصدي الصباحي. أنا عايز كلمة ما واحدة وتكون أخيرة عشان أبدأ أكتب الامتحان، بس عشان أنا كتبت الشهر اللي فات وأنت ما امتحنتش، ما كنتش عارف أنت هتمتحن مع مين، اتفاجئت إن أنت امتحنت فكتبت على الفاضي. عشان مع... بص بص يا آدم، أنا بسألك ليه؟ عشان ما أكتبش امتحان على الفاضي بس. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. ازاي حضرتك يا مواد؟ الحمد لله. هو المشكلة مع آدم مش ان هو لو امتحان صباحي هو بيقول لي يعني سابقينه في المنهج بوحده، والمساء انا بوري له الجدول دلوقتي الساعة 8، يعني الساعة 2 بالليل هنا، فأكيد مش هيصحى للساعة 2 وهو بيقوم من المدرسة الصبح يعني بدري. انا مش واخد بالي من نقطة الساعة دي خالص. فرق التوقيت هو عايز يوصل لحضرتك، في فرق توقيت ان 8، يعني لا لو حضرتك
انا مش واخد بالي خالص النقطه دي، غافلها فما كنتش واخد بالي منها. طب تواصلوا مع المنصه، تواصلوا مع المسؤول من المنصه بحيث ان هو يظبط لكم الميعاد بحيث ان انتوا تمتحنوا الصبح، قصدي بدري. هو جدول بقى وهيقولوا من الجدول يعني. هو حضرتك لو ممكن انت ممكن تكلمه من ايه؟ هو انا شايفه الجدول كل ماده امتحانها في حصتها غير ال ايوه هو ما بياخدش من حد. اه واحنا ادم ما بياخدش لحد مع حضرتك، فهو بياخدش الاثنين، فبياخد الثلاث مع حضرتك. لو حضرتك حابب مثلا عايز تعمل له الامتحان يعني انت اللي هتقومه وتشوف مستواه، اه ممكن يعني عايزين ماتوا خلاص، انا فهمت كده. يبقى في خلوا حصتك. الامتحان يوم الثلاث، يعني خلوا الامتحان يوم الثلاث صح؟ ايوه ف يعني ما ده فيش مشكلة خلاص، خلاص ماشي يعني. وهو ماشي ماشي خلاص بقى الامتحان هيبقى مع حضرتك يوم الثلاث، فما يدخلش الامتحان. تمام ماشي. طيب بس اتمنى ان انتوا برضو تبلغوا المنصة، لان المنصة من النوع اللي بيحبوا يدققوا في كل حاجة بحيث ان هم ايه، يعني ما فيش حاجة تتم الا بمعرفتهم. قولي لهم الكلام ده وخلاص، بس وانا معاك ما فيش مشكلة. انا هتواصل مع ميس امنيه واقول لها، ولو هو تمام برضو ماشي حابب يعني كل الامتحان بتاع الصباح هو بيبقى يوم الاحد موجود، ممكن يدخلوا ويحلوا، مش شرط يبعتوا للمدرسه، ممكن يبعتوا لك حضرتك يعني لا انا ماليش دعوه بامتحانات غيري، هي تكون عارفه يعجبوني، كتجربه. ماليش دعوه. انا يعني اسال عن الامتحان بتاعي. الوقت بيبقى فاضي فهو بيبقى موجود في البيت، فبيدخل يوم الاحد. مش حابب حضرتك ان هو يدخل خلاص الامتحان يوم الاحد ويستنظر لا دي الثلاثة عادي؟ يريحه هو، دي يريحه هو، بس التصحيح، التصحيح مع المدرسه مش معايا. كطالب هو يعني ايه، هو عايز يمتحن وخلاص. بس انا بيقول لي في وحدة، يعني لو جابوا من الوحدة دي هو ما خدهاش فاكيد هيبقى ناقص درجات كتير، مش هيعرف يأجل. اه طبعا واحدة كتير قوي. لا انا ايوه فالدنيا هتبقى متلخبطه معاك. فحضرتك كمان انت ممكن اسئلتك غير اسئلتها، انت عارف تشرح ازاي، هو انت عارف المستوى بقى تقدر تجيبه ازاي يعني. عنديش مشكلة، انا اعمل الامتحان وامتحنه عليه، بس هو لو عايز يحضر مع صباحي وهيعمل امتحان، يعني هو لو قصده انه عايز يحضر الامتحانين يحضر مع الصباحي ما فيش مشكلة، بس هي اللي تصحح له مش انا، لان هو لسه هو سابقه بوحدة. هو بس ايه السبب اللي خلاه يعني يبقى فارق، يعني ايه ما يحضرش معاها كل الفترة دي؟ قلت لحضرتك ما يحضرش مع حضرتك يعني؟ لا ما يحضرش مع المدرسة الصبح لا هو. هي بس الأدم بيبقى في المدرسة الصبح، اه يعني هو بيوصل البيت في بداية يعني ايه، بيكون الحصة الثانية ممكن نصها ضح كمان، فهو دايما العرب الحصة الأولى. فكانت تمام مثلا أصلا الجدول المسائي كان المفروض كل العرب الحصة الأولى، فكان هياخده كله مع حضرتك، ففجأة قالت حضرتك مشغول فمش هتعرف تديله الحصة الأولى يوم الأحد. ده كل الاختلاف. تمام تمام الأساس حصل خير. العربي كله هيبقى مسائي مع حضرتك يوم الأحد، ففرق التوقيت برضه ما بيخلوش يعرف يحضر يوم الأحد في الجدول، يعني هيحضروا الساعة 3 إزاي، بالليل أو 2 بالليل. تمام، ما فيش مشكلة خلاص. يبقى لو امتحانه حضرتك يوم الثلاث، امتحانه يبقى يوم الثلاث إن شاء الله، وبلغي ميس أمنية بالكلام ده وخلاص. طيب تمام حضرتك ماشي، شكرا لحضرتك. نعم تحت أمرك. ايه يا جميل، يلا الصور الحسية، انت طلعت واحدة، عايز اثنين ثلاثة كمان. ثلاثك ايوه ثلاثة كمان، ما تبقاش كسول كده. اه مش دعوة بقى، شد حيلك. بس حضرتك شفت حد بيصحى الساعة 5 الصبح ويروح المدرسة الساعة 6؟ اه شفت، يلا خلص. يدفأ في يدها ودبء في قلبها. صورة حسية برضه. تمام ايوه نوحة ايه، انا عارف حسيه. يا ابني نوحة ايه يا ابني، انا عايز 4 صور حسيه من القصه ساعدتك على التواصل. انت دلوقتي جبت لي واحده لمسيه،
تمام، بتعتمد على اللمس. خلاص عرفنا، عايز واحد واحدة ثلاثة كمان. تانية خلاص لمسة، ادي حته. التانية لمسية، ماشي لمسي، هات ثلاثة كمان. كان حر الصيف يفلح في مدينة يستمعان بنظمات البحر المنعشة، يسمعان صورة سمعية. سامعي، واحدة كمان، هات واحدة كمان. في تلك اللحظة بدأت السماء الصافية خالية من السحب صغصري. بقى صار ايه؟ هات واحدة كمان، بس انت اثنين. جايب اتنين لمسية. والله قصة لازم نسقف يلا النار. اعصر دماغك دي بقى، وانت الحلقة الجديدة طيرت شوية الشعر اللي عندك. لأن المعلومات طارت معاها ولا ايه؟ هي كانت الشعر حاجزهم. مش شايفة بصراحة. طيب بلاش خلاص، استخرج لي أساليب إنشائية. أساليب إنشائية، حلو، الأربعة دول حلوين رغم إن فيهم مكررات. أساليب إنشائية إنشائية افتتح. طيب إيه هي الأساليب الإنشائية؟ افتكرها كده، عقب الاستفهام النهي اسمها أنا نت. أنا إيه؟ نت. تمام، أمر أمر، نداء، استفهام. أمر نداء أنا نت نهي نهي برافو، وآخر واحدة عقب. تعجب. جميل، يلا استخرجها. ثانية واحدة، ثانية بس هجيب حاجة وجاي. ثانية واحدة ماشي جميل. يلا آدم، يلا آدم، يا آدم ولا آدم.
وإيه اللي حصل؟ ما اعرفش بس يعني فجأة صورتك وقفت خالص. صرت واقف خالص. سمرت كده وقاعد اقول يلا يا ادم يلا يا ادم يلا يا ادم وانت واقف، وبعد كده طلعت خالص بقى بره الزوم. ماشي ما علينا، طلع الاربع، طلع لي الاساليب، طلع لي الاساليب الانشائيه وخلص. الأساليب الإنشائية مثلا أنا طالع الأساليب الإنشائية وخلاص. لا تخافي، حلو، اسلوب ايه ده؟ أسلوب إنشائي لا غرضه غرضه النهي اللي هو ليني. حبيبي، الاسلوب حاجة والغرض حاجة. طيب بص، طب احنا دلوقتي جبنا واحد صح؟ ايوه انا عايز اطلع كذا اسلوب، لو جه في قطعه وقال لك طلع الاساليب الانشائيه من القطعه هتقعد تحتاس كده في فيهم، دور عليهم وانت عرفتهم خلاص، شغل دماغك شويه بلاش كسل. هل نجونا؟ اسلوب اسلوب السلام. استفهام غرضه مثلا مش عارف غلط. الغرض، يعني هو بيقوله ليه، يعني هي التانية لا تخافين غرضه، غرضه ايه؟ غرضه الطمأنينة، تطمنها صح ولا لأ؟ تمام. هنا هل نجاونا بقى اسلوب ايه؟ استفهام غرضه، نفس اللي احنا لا استنكاري شوية. طيب حاجة تانية، جاتنا مشكلة. لست وحدك في هذا العالم. ايوه ايه الانشاء اللي فيها ده؟ لست أمر. ده فيها امر، ده لست تمام. الامر اللي فيها ده. بأنك لست، يا ابني ايه ايوه فيها ايه؟ بأنك يا مستر، بأنك، أنك، إنك، ايوه ايه مالها دي؟ أمر، أمر، ما فيهاش اي امر خالص. يا مستر يعني إنك مش أمر؟ انك ده اسلوب توكيد مؤكد بان. تمام يا مستر. ما أجمل شواطئ الإسكندرية. حلو، ده اسلوب ايه؟ تعجب. الله ينور عليك، تعجب غرضه. التعجب. لا ده نوعه تعجب، غرضه التنكر. ثواني ثواني. ابداء الاعجاب بشيء. طيب غيره، ما فيش والله. دور تاني. مفيش أي أسلوب أمر هنا قدامك؟
أمر مثلا مش لا طيب ماشي خلاص احنا خلصنا. حل أسئلة النحو، حل أسئلة النحو، خش على أسئلة النحو، لأن إذا كنت كاتبا فمن النهاية التي ستكتبها دي هتبقى حاجة طويلة أوي. يلا حدد الفعل فيما يلي ثم اذكر النوع من حيث التعدي واللزوم. مررت بالمدن الساحلية في أثناء مررت بالمدن الساحلية في إيه؟ طيب تبقى لزوم ده بص حبيبي، انت هتحدد نوع الفعل من حيث الفعل، هتحدد فين الفعل الاول وتقول لي ده لازم ولا متعدي. الفعل مررت تمام، لازم ولا متعدي؟ لازم لازم، صح. الماء باللبن امتزج الماء باللبن. امتزج الماء لبن الفعل امتزج لازم لازم، أخفض من صوتك لازم لازم يعني ما ينفعش اخفض صوتك. متعدي صحيح نسيت والله حبيبي ما تاخدش يعني بالصورة مثلا اللي قدامك، ما تاخدش بالكلام، خد الفعل وحطه في جملة من دماغك. يبقى ده متعدي. تعلم العربية فإنها تزول ده اسمه فعل معجب فعل الأجل الفعل الأجل ايه الفعل؟ اجل. تمام يا صغير الفعل ده لازم ولا متعدي؟ تعلم اللغة العربية الفعل لازم ولا متعدي؟ لازم غلط، متعدي. مستر ممكن أعرف غلط يا حبيبي تعلم انت العربية. الفعل المتعدي اللي بيجي معاه مفعول به، الفعل اللازم اللي ما بيجيش ما ينفعش تحط له مفعول به. بس استدل على التعدي الفعل ولزومه هنا. نفس الفكرة، نفس الفكرة بالظبط. امسك عليك لسانك. امسك أنت لسانك متعدي ده متعدي. ينبغي احترام آراء الآخرين ينبغي احترام آراء الآخرين ينبغي أنت احترام ينبغي لازم لازم. لا تمش في الأرض ملحد لا تمش في الأرض لا تمش أنت في الأرض متعدي طب مشى الرجل، حط لها مفعول به كده. مشى الرجل في الأرض مرحى حلو، في الأرض مرح. كده بقى لازم ولا متعدي؟ لازم لازم. طب انت قلت على ده متعدي ليه بقى؟ عشان قلت لا تمشي في أنت في الأرض فرأيت بتنفع في الموضوع. طيب اعرب الفعل الذي تحته خط ثم اذكر نوع من حيث التعدي واللزوم. يحب الناس حسن الخلق. يحب الناس حسن الخلق يحب الناس حسن يحب الناس لازم يا ابني حرام عليك،
يعني حسن الخلق ده هتعرف ايه؟ حسن الخلق تعرف حب الرجل ابنه، الفعل ده لازم ولا متعدي؟ حب الرجل ابن حب أنت ابنه يعني في الجملة دي مفعول به ولا مفيش؟ في في، يبقى الفعل ده لازم ولا متعدي؟ تعدي يحب الناس حسن الخلق، ايه اللي بيحبوا الناس؟ حسن الخلق يبقى مفعول به ولا مفيش مفعول به؟ يا شباب تعدي يبقى متعدي ولا مش متعدي؟ تعدي افرح لنجاح أصدقائك. لازم ولا متعدي؟ متعدي ازاي متعدي؟ فين المفعول به؟ نجاح أصدقاء افرح نجاح أصدقاء حبيبي أصدقائك مضاف إليه، ولنجاح اسم مجرور. ما تركز يا أستاذ آدم، هي الحلقة الجديدة خدت كل المعلومات والحاجات دي وطيرتها ولا إيه؟ هو الحلاق قضلك على شعرك وقضلك على المعلومات معاها؟ ما تفوق كده يا كابتن، في إيه يا ابني؟ ده درس مهم ولازم تكون فاهمه كويس. بص حبيبي، افرح لنجاح أصدقائك، صح؟ صح صح، هات الفعل في الماضي. الفعل في الماضي افرح اه افرح يبقى فرحت لنجاح فرح، 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 فرح الرجل، هات الفعل بس في الماضي، فرح الرجل، حط له مفعول به. فرح الرجل لا مش تنفع حط له مفعول به بقى، ان شاء الله كده في مكانك، وحط له مفعول به مش تنفع مش هيرضى، صح؟ طيب انت بقى تريح دماغك، اي فعل يقابلك خده، رجعه للماضي، حط جنبه الرجل، يقبل معاك مفعول به يبقى فعل ايه؟ متعدي، ما يقبلش يبقى لازم. طيب لا تحزن على ما فاتك، يعني ده لازم. طيب لا تحزن على ما فاتك، لازم ولا متعدي؟ لا تحزن لا تحزن بس أنا هقولها أعترف حبيبي لو حراني على الجاكيت البطانية اللي انت لابسه ده، هو مجاكت أصلا امال ايه؟ وأصلا دولة أوتو هو المستر ايوه يعني جاكيت، عندك تيشيرت مثلا، شفت بتفتح من النص. يلا لا تحزن على ما فاتك، يا رب ما نحزنش على اللي فاتنا. خلص يا آدم، لا تحزن على ما فاتك لا الفعل ده تحزن لازم ولا متعدي؟ لازم لازم. ازاي؟ ده ايه لا اللي بقى؟ أصلا ما فيهوش مفعول به ايوه هاتها على جنب واكتب حزن الرجل، حزن الرجل، حط لها مفعول به. أظن الرجل على ما فات مش تنفع فات بس طيب حلو قوي. لا الأطفال يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة، زيك كده يا جميل. تمام، الفعل ده لازم ولا متعدي؟ كان لازم يتعلمون، فعل لازم ولا متعدي؟ ثاني متعدي لأنه ما في مفعول به تعلم الرجل أي حاجة، البطيخ، تعلم الرجل أي حاجة هتمشي معاها، يبقى الفعل ده لازم ولا متعدي؟ متعدي. طيب لن أظلم بالقول أحد، لن أظلم، لن أظلم لكل أحد لن أظلم مش أظلم، لن أظلم بالقول أحد. لن أظلم لكل أحد لن أظلم لازم
غلط، متعدي. لم أظلم اللي هو أنا أخي. أخي تعرب إيه؟ بقول لك صدقني، الحلاق حلق المعلومات وهو بيحلق الشعر. مفعول به، وبما إنها مفعول به هتبقى متعدي. متعدي يا حاج، متعدي يا عم النايم. أصلا يعني الشعر بيبقى فيه معلومات. طبعا يا ابني ده كله بروتين. كنا نقط، هات خبر كان جملة جمع مذكر سالم. احنا عايزين بعد كنا دي هات خبر كان، اللي هو دي كان واسمها، هات الخبر بتاعها جمع مذكر سالم. كنا كنا ايه؟ محبين كنا محبين. ماشي، دلوقتي بقينا كارهين يعني. محبين. يلا نقط إلى قول أبي، هات فعل لازم. لن أنصت إلى قولي. لن أنصت. ياه أنت وحش أوي من جواك. إيه ده يا ابني؟ إيه يا ابني ده يا ابني؟ لن أنصت إلى قول أبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت هتاكل ضرب النهاردة لما تشبع. شو يا لن أخي، أنصت. اهتم بأدواتك. أنصت الرجل. أنصت الرجل ينفع تقول مفعول به ولا لا؟ مش ينفع أنصت الرجل. مش هينفع، يبقى فعل لازم. هات اهتم بأدواتك، اذكر نوع الفعل. اهتم بأدواتك. اذكر نوع أيوة الفعل. فعل متعدي. صح. طب اهتم، بص اهتم الرجل. ايه دي حلو، أدواتي، كملها مفعول به، دي كملها أدواتي. مفعول به بقى، كملها مفعول به. يتم الرجل بكراستي. يا أستاذ يا ابني حرام عليك، يعني بكراسته دي أنت عمرك شفت مفعول به بيتكون من جر ومجرور؟ لا سادة، وصلت تقريبا الحلقة. ايوه، بص سبحان الله، كلمة الحق بتظهر في الآخر. اديك انت اللي قلت تصدق مصر. حلق المعلومات وهو بيحلق الشعر. بعد كده ما تحلق، ما تخفهاش قوي كده يعني، خلي فيه شوية بحيث ان هم ربنا يكرم وينبته ويطلعوا شوية كمان. لكن كده انت ضيعت نفسك، ما تغلطش الغلطة دي تاني. حتى ماشي، اهتم الرجل. اي حبوس، اي كلمه هتكملها بالفعل ده هتلاقيها اتكملت بايه؟ بالباء وحاجه. اهتم الرجل باولاده، بزوجته، بعائلته، بامه، بابوه، بعمله، لازم به. صح، ده فعل لازم. انت بقى بكل شجاعه، هذا فعل متعدي. فضحتنا وسط الاجانب. سؤال، اهتم الرجل ده فعل لازم. بس أنا خدت صدمة. ليه؟ إزاي يبقى النهاردة آخر حصة فرنساوي في الأسبوع، ويبقى الأسبوع الجاي يوم الأحد امتحان؟ إزاي؟ إزاي؟ ده حتى ماشي المسبح مش هنمتحن عليه. ماشي يا جميل، أنا هجهز لبابا الحزام وأدواته. والعصاية غدا الأسبوع الجاي بقى. العصاية تمام، عشان لما يضرب يضرب بعشرة. ما يعني ما تحرموش من حاجة، حقق له كل رغباته في الضرب. لو حب يعمل فيك في نشاط المصارعة خليه يعملها، ما فيش حاجة. انت النهاردة بسم الله ما شاء الله تستاهل كل شر يعني، عادي ما فيش مشكلة. يلا جميل، بص يا حبيبي راجع على الحاجات دي نادون. بص احنا خلصنا كده الوحدتين دي كلها خلاص، التدريبات دي عليك واجب تمام، تدريبات دي واجب تمام تمام هتحلها، تدريب وتدريب كتاب الامتحان هتحل. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب من أول الوحدة التانية بقى هنبدأ ناخد من بعد كده، من أول يوم التلات أو يوم. شوف لو تعرف عايز تمتحن يوم الحد بيجي لك وقت مثلا تمتحن بدري، مفيش مشكلة لو تعرف يعني. بس هو حضرتك فاضي الساعة 10، أو الساعة قصدي 4 أو 5، بص من اول الاسبوع الجاي هبقى فاضي خلاص. يعني يوم الأحد حضرتك فاضي الساعة 4، فاضي الساعة 4. يعني ممكن آخد الامتحان الساعة 4. ما فيش مشكلة.
قول لهم بس كده وانا هبلغهم. نعم. تمام، قول لهم ان شاء الله وانا هبلغهم. ممكن ناخد امتحان يوم الاحد ان شاء الله عشان انا هبقى فاضي بسبب تغير التوقيتات. تمام، فانا هنشوف الخميس. شغال في سنتر اصلا، ف التوقيتات هتتغير، فتوقيتات الاونلاين كمان هتتغير، فهيبقى في متاح ان انا اقدر اديك يوم الاحد. تمام، بس قول لي اسم السنتر مستر، او لما انزل مثلا اعرف الحاجه اسم السنتر وانزل اسمع حد. انا في اسكندريه، انا في اسكندريه. اسكندريه. انت هتيجي اسكندريه تاخد في سنتر عندي؟ خلينا اونلاين كده اسف. تمام، ماشي يا جميل، يلا يلا. عايز حاجه؟ لا مثلا حلو الرسم. والله كنت عايز ارسم شجره بس مش عارف، ما جات مني وحشه قوي. وبعد كده نرسم بقى حاجه كده زي ورق كده. يلا، اتمنى ان شاء الله انك تراجع كويس الواجب ده، حله كويس. هيجي لك حاجه شبه الامتحان ده، تمام، بس كله اختيارات. تمام، فيعني ركز بالله عليك، ماشي؟ يعني مش كله قوي، هيبقى اجيب شويه حاجات تانية. يلا ماشي يا ادم، ماشي يا حبيبي، ان شاء الله كده بلغهم، وانا هبلغهم كمان يوم الاحد متاح ان انا هديك الامتحان ان شاء الله. السلام بعد، عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.